أهلا بكم من جديد. في محورنا الأخير سنتابع مستجدات الأزمة الأوكرانية. أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. تركز الاتصال على بحث كيفية خفض التصعيد بشأن أوكرانيا. يأتي اتصال بايدن ببوتين عقب ساعات من اتصال مماثل جمع بوتين بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. قال مصدر دبلوماسي فرنسي أن الرئيس الروسي نفى للرئيس ماكرون وجود نية لديه للقيام بعمل عسكري، مشيرا إلى أن ماكرون أبلغ بوتين برسالة مفادها العزم على الرد بعقوبات شديدة إذا قرر اتخاذ عمل عسكري، في حين قال الإليزيه أن ماكرون سيجري الليلة محادثات مع الرئيسين الأمريكي والأوكراني وأيضا المستشار الألماني. وتأتي الاتصالات المتبادلة عقب سحب عشرات الدول لموظفيها من أوكرانيا ومطالبتها رعاياها بالخروج الفوري من البلاد لاقتراب روسيا من شن عملية عسكرية ضد أوكرانيا. هذا وقالت وكالة بلومبرغ أن المسؤولين الأمريكيين يرجحون أن يبدأ الغزو الروسي لأوكرانيا يوم الثلاثاء المقبل. نناقش هذا الموضوع مع أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خطار أبو دياب، وهو معنا من باريس، وينضم إلينا أيضا من أرهوس من الدنمارك الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر الياس. مساء الخير لكما. سأبدأ معك سيد سامر الياس، يعني ما مؤشرات اتهامات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للولايات المتحدة الأمريكية بشن حملة أو حملة دعاية عن عدوان روسي محتمل ضد أوكرانيا؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين والدكتور خطار. يعني الجانب الروسي يؤكد أكثر من مرة بأنه لا نية لدى روسيا بغزو أوكرانيا، وأن التصريحات الغربية هي من أجل إثارة دور وحالات من التشويش على النوايا الروسية. الجانب الروسي يقول بأن الغرب لم يرد بشكل واضح على موضوع الضمانات الأمنية التي قدمها الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي في منتصف ديسمبر الماضي. أعتقد أن هذه هي النقطة الأساسية التي تريد روسيا بحثها مع الغرب، ومن ضمن هذه الضمانات عدم جواز ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي وتوسعه في بلدان الاتحاد السوفيتي السابق. الجانب الروسي يرى أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام تثير حالة من الهلع ربما غير مبررة عندما تقوم بسحب الدبلوماسيين من هناك، وتقول وتورد تقارير إعلامية أمريكية بأن روسيا على أبواب شن حملة عسكرية ضد أوكرانيا، وهذا ما تنفيه حتى أوكرانيا ذاتها التي دعا رئيسها أكثر من مرة إلى عدم بث مثل هذه الأخبار التي تثير الهلع في داخل أوكرانيا. الجانب الروسي واثق تماما من أنه يريد حلا سياسيا، ربما يريد أيضا تعميق الخلافات التي بدأت بظهور بشكل واضح بين المعسكر الغربي كما تقول روسيا الغرب الجماعي، بوجود أكثر من معسكر بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من ناحية، وبين الدول الأوروبية من ناحية أخرى، بين دول داعية إلى الحوار مع روسيا ودول أخرى تدعو إلى تجديد العقوبات على روسيا حتى لو لم تقم بغزو أوكرانيا. روسيا تخوض حربا إعلامية كما الولايات المتحدة الأمريكية، من الواضح تماما، وهي لعبة عض أصابع حتى الآن تمارس الضغط الأقصى من أجل الحصول على موضوع الضمانات الأمنية، وربما تكون أوكرانيا هي وسيلتها لذلك. نعم سيد خطار أبو دياب، يعني أرحب بك معنا مجددا. برأيك يعني ماذا كل هذا التسخين الأمريكي بخصوص قرب العمل العسكري الروسي ضد أوكرانيا؟ فريق العمل في تلفزيون سوريا والمحاور الكريم والمشاهدات والمشاهدين، نحن أمام منعطف وهو منعطف خطر مما لا شك فيه. نعم هناك الآلة الإعلامية، إذا لم أقل الآلة الدعائية للطرفين، والآلة الإعلامية الأمريكية فيها نوع من التهويل، ولكن ربما هذا ضمن الأهداف الحرب النفسية من أجل ثني الجانب الروسي
عن القيام بحراك ما. لكن من الناحية العملية الأقمار الصناعية تشير إلى استكمال عدة القوات الروسية إن في شبه جزيرة القرم أو على الحدود مع أوكرانيا أو داخل روسيا البيضاء وفي البحر الأسود، وهذا يعني عمليا تطويق أوكرانيا. ونعلم جيدا أنه لا يمكن ترك كل هذه الحشود لفترة زمنية طويلة. الموضوع بدأ منذ ديسمبر الماضي، منذ أوائل ديسمبر. ولهذا التقييم الاستخباراتي الأوكراني كان يتكلم عن إمكانية قيام عمل ما في شهر يناير. الآن التقييم الاستراتيجي الأمريكي يتكلم كما ذكرتم عن موعد اعتبارا من الأسبوع القادم، بعد أن كان يستبعد هذا الأمر وينتظر ما بعد 20 فبراير، موعد نهاية الألعاب الأولمبية في الصين. حتى الآن وبالرغم من أن الاتصالات الهاتفية أو الحوار الهاتفي الأخير بين كل من بوتين وماكرون وبوتين وبايدن لا يمكننا أن نتكلم عن إيجابية كبيرة فيه، لكنني أميل للاعتقاد أن السبل الدبلوماسية لم تنقطع بعد. كما قال المحدث الكريم، روسيا تسعى لضمانات. لا يمكن للسيد بايدن أن يبقى ويقول ليس هناك من جديد. يجب إيجاد حل وسط بين النظرتين وطمأنة الجانبين. على ما يبدو مهمة ماكرون فشلت في روسيا وأوكرانيا، لأنه كان هناك اختلاف في التفسير حول اتفاقيات مينسك بين الطرفين، خلاف كبير، وحول مسألة الاستقلال الذاتي أو مصير الجمهوريات في شرق أوكرانيا. والأخطر كان موضوع الضمانات الأمنية. ذهب السيد بوتين بعيدا في طلب العودة إلى ما كان عليه الوضع قبل 1997، والجانب الأمريكي ذهب بعيدا عبر إرسال قوات جديدة إلى بولندا وغيرها وتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي. كأن الطرف الروسي المصمم على انتزاع التنازلات وتغيير المعادلة والطرف الأمريكي المصمم على عدم تغيير المعادلة أمام هكذا مواقف قصوى، نعم الوضع يميل إلى الخطورة. نعم سيد سامر الياس، أنت تقول يعني بحسب التصريحات الروسية أنه لا يوجد عمل عسكري محتمل ضد أوكرانيا بالرغم من الدعاية الإعلامية الكبيرة الأمريكية ويعني لسان السياسيين الأمريكيين، لكن إن حصل عمل عسكري ضد أوكرانيا كيف يمكن أن يكون هذا العمل طبيعة هذا العمل؟ هل يمكن أن يكون خاطف وسريع أم أنه سيستمر لفترة طويلة؟ يعني بداية أنا أميل إلى أن روسيا ليست راغبة في عمل عسكري، نظرا لأنها تستطيع عبر تطبيق اتفاقيات مينسك التي فرضتها على الجانب الأوكراني في عام 2015 قبل نحو 7 سنوات من الآن، استطاعت فرض المعادلات التي تريدها في دنباس وخاصة الورط الخاص للجمهوريتين الانفصاليتين، وهو ما يمنحها عمليا إمكانية تعطيل قرار أوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. العملية العسكرية تمت وهي افتراضات، هنا أؤكد مرة أخرى على أنها افتراضات، فإنها لن تتجاوز المناطق الجنوبية الشرقية من أوكرانيا، نظرا لأن هذه المناطق تاريخيا قريبة من روسيا وكانت تعد من ضمن المناطق التي أعادتها روسيا من الإمبراطورية العثمانية عبر حروب، وتوطن فيها الروس لفترات طويلة منذ القرن 18 حتى الآن. هذه المناطق يجب أن تشمل مناطق واسعة من أوديسا في جنوب شرق في جنوب أوكرانيا، وهي الميناء الكبير على البحر الأسود، إضافة إلى إكمال المرحلة العسكرية للاستيلاء على دنباس وعلى المناطق التي محيطة ببحر أوزوف، وهي على سبيل المثال مدينة ماريوبل، مدينة خرسون التي يجري فيها مناورات أوكرانية في هذه المنطقة. حينها تستطيع روسيا تحقيق هدف وهي تحويل إقليم دنباس بشكل كامل إلى تحت سيطرتها. يمكن أن تجري بنفس الموضوع بعض الجمهوريات الانفصالية في ماريوبل، يتحول بحر أوزوف إلى بحر داخلي، وحينها ترتاح روسيا من إمكانية قدوم الغرب إلى هذا البحر عبر مضيق كيرتش. وشهدنا في العام الماضي بعض النزاعات حول دخول المدمرات الأمريكية والسفن الأمريكية والبريطانية إلى هذه المنطقة وإجراء مناورات، هي تريد الاستيلاء على كامل حوض
دونباس، المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من أوكرانيا، جعل بحر أزوف منطقة مغلقة. هذا هو الاحتمال العسكري، ولكن مرة أخرى أؤكد بأني لا أميل إلى هذا الاحتمال. الاحتمال الآخر هو اجتياح كامل لأوكرانيا، هو صعب جدا نظرا لوجود مقاومة شعبية كبيرة تنتظر روسيا في المناطق الغربية التي المعروفة بالعداء التاريخي للإمبراطورية الروسية ولاحقا الاتحاد السوفيتي، وهذه المناطق هي أقرب إلى بولندا عرقيا وتفكيرا، وهي يمكن أن تكون يعني بمثابة مقبرة ربما للروس، وسوف تغوص روسيا في مستنقع كبير. هذه الحرب قالت الولايات المتحدة الأمريكية ربما أنها تكون بضربات صاروخية و حرب سبرانية، وكان هناك تجربة حول هذا الموضوع منذ أكثر من أسبوعين، اتهمت روسيا بأنها عطلت الإدارات الأوكرانية بالموضوع الحرب السبرانية. هناك وسائل عدة لدى روسيا، لكن سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها روسيا حتى الآن والمناورات والنشر القوات لا أعتقد بأنها بهدف حرب مباشرة على أوكرانيا، ولكن انتزاع تنازلات من الغرب تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عام 1997 بداية، وتنهي النظر إلى روسيا كدولة خاسرة نتيجة الحرب الباردة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. نعم دكتور خطار أبو دياب، كيف تنظر إلى ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصالهم الأخير بأن المفاوضات السابقة لا تتفق مع ما يجري من تصعيد؟ بالفعل الرئيس إيمانويل ماكرون بصفته رئيسا لفرنسا الدولة الموجودة في مجلس الأمن الدولي والمعنية بالسلم والحرب في أوروبا، وبصفته رئيسا دوريا للاتحاد الأوروبي، أبى إلا أن يتدخل في هذا الأمر لخطورة الوضع على كل أوروبا ولتفادي نزاع في قلب أوروبا، وذهب هو ليس في وضع مثالي مع بايدن. نعلم كلنا أن الرهان الأوروبي على بايدن كان مبالغا به، وأن فرنسا تلقت طعنة منه في موضوع الغواصات الأسترالية إلى ما هنالك. لكن وأيضا مع بوتين كان هناك صعود وهبوط منذ 2017، أي لم تصفر العلاقة بينه وبين بوتين عن نتيجة ملموسة. بالرغم من كل ذلك تخطى هذه العوائق وذهب وجلس مع سيد الكرملين لأكثر من 5 ساعات، وكان هناك كلام عن خفض التصعيد ووعد مبدئي من الرئيس بوتين، ليس بالانسحاب من بيلاروسيا فقط بعد المناورات، بتجميد المناورات، لكن على ما يبدو بعدما بلغ التصعيد حدا كبيرا لا يمكن لأي طرف لوحده وقفه، ومن هنا استمر التصعيد واستمر الخلاف القاسي حيض أيضا حول تفسير اتفاقية مينسك. ومن هنا طلب اليوم ماكرون من بوتين من جديد خطوة ما لوقف التصعيد من أجل إفساح المجال وعدم إغلاق الباب أمام السبل الدبلوماسية. المهمة ليست يسيرة، لكن إذا كان هناك إرادة سياسية وإدراك لخطورة الموقف من كل الأطراف هذا لا يزال ممكنا. نعم سيد سامر الياس، هل من المحتمل استمرار الاستفزازات الأمريكية كما وصفها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بخصوص الدعاية بشن موسكو عمل عسكري ضد أوكرانيا بعد هذه الاتصالات بين بوتين وبايدن وبوتين وماكرون؟ من المتوقع استمرار هذه التصريحات الأمريكية المحذرة من حرب، يعني ويجب الإشارة هنا إلى أن الشروط التي طرحتها والمطالب التي طرحتها روسيا في ورقتي الضمانات الأمنية المقدمة للولايات المتحدة الأمريكية والناتو هي شروط عادة ما تقدم لطرف خاسر في الحرب. روسيا تريد بهذه الحشود على الحدود الأوكرانية من جهة بيلاروسيا ومن جهة القرم وفي البحر الأسود ومن محافظات رستوف والمناطق المحيطة بأوكرانيا أن تقول بأنها جادة في عمل عسكري من أجل تغيير هذه المعادلات. هذه الاتفاقية وصفت بأنها تضمنت شروطا تعجيزية، وعادة ما يقدمها طرف منتصر في حرب على طرف خاسر. لذلك من الطبيعي أن ترفض الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا من هذه الشروط وأن تبدأ حوارا بقضايا أخرى ربما وصفتها
روسيا بشكل عام بأنها قضايا ثانوية، لكن هذه القضايا الثانوية كانت قبل سنوات هي حلم بالنسبة لروسيا اللي تتمنى على الغرب أن يفتح حوارا بهذا الموضوع. اليوم روسيا ربما يكون هناك حل وسط بالنسبة لها، بأنه بعد سنوات طويلة بدأ الغرب يسمع روسيا إثر استعراض الرئيس بوتين أسلحة لا تقهر في عام 2018 أثناء إحدى خطاباته، وبعد تأكيده أكثر من مرة بأن روسيا باتت قوة عالمية تمتلك أسلحة متفوقة على الغرب لسنوات طويلة. فتح الحوار ربما يؤدي إلى تخفيف اللهجة الإعلامية من الطرفين، وربما يؤدي إلى خفض التصعيد، ولكن بداية روسيا تنتظر حقيقة أجوبة أكثر تحديدا بقضايا الضمانات الأمنية، وتريد مزيدا من التنازلات، ولذلك هي ستواصل الحشد على حدود أوكرانيا، وفي المقابل سيواصل الغرب التحذير من الخطوات الروسية. ويعني من المؤكد أو أغلب الظن أن روسيا لا تريد شن حرب على أوروبا لأنها على أوكرانيا، لأنها تدرك أن الرد سيكون مختلفا تماما عما كان عليه الحال في عام 2014 عندما صمت الغرب عن أو أوروبا عن تغيير الخريطة السياسية في أوروبا، وتنازلت عن المبدأ الذي تم به تنازل أوكرانيا عن الأسلحة النووية. اليوم الرد سيكون صادما وكبيرا، سوف تتأثر روسيا بشكل أكبر وسوف تتأثر أوروبا بشكل أكبر، بذلك روسيا ستواصل على موضوع الحديث مع الجانب الأوروبي حول إمكانية إيجاد ضمانات أمنية لأوروبا بشكل منفصل عن الولايات المتحدة الأمريكية، وإقناعها بأن العقوبات سوف تضر بالجانبين، في مقابل أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون الطرف الوحيد الرابح نظرا لأنها لا تعتمد على الغاز الروسي، ونظرا لأن استثماراتها محدودة في روسيا، وأنها التبادل التجاري بين الطرفين هو منخفض بشكل كبير مقارنة مع أوروبا. نعم، أشكرك جزيلا الشكر الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر الياس، كنت معنا من أرهوس من الدنمارك، وجزيل الشكر أيضا لأستاذ العلاقات الدولية الدكتور خطار أبو دياب كان معنا من باريس، وكل التقدير لكم مشاهدين على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.